أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بتجدد لقائنا النهاردة وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة. النهاردة حلقتنا جامدة جدا، لأن الحقيقة أنا يعني أنا جاية وأنا والله أنا خايفة، لأن هقعد مع عمالقة التنمية البشرية والإرشاد الأسري، حقيقة غنيين عن التعريف جدا. عملت معهم قبل كده سلسلة حلقات جامدة جدا، بس طبعا اللي كان منورنا طبعا مشرفنا النهاردة أول مرة ينورني طبعا الدكتور العلامة الكبير الدكتور سيد الفقي. هنتكلم في موضوع مهم جدا عن التنمية البشرية وأهميتها في حياة الإنسان، بس اسمحوا لي في البداية برحب بضيوفي العلامة الكبار المنورين ومشرفين النهاردة، صحاب الاسم الكبير جدا في هذا المجال، الأستاذ الدكتور العلامة الكبير الأستاذ سيد الفقي. منورنا ومشرفنا دكتور سيد، وسعيدة جدا ان احنا النهاردة اول مرة ان احنا نتشرف بحضرتك من خلال برنامجنا نور الحياة. وانا عارفة طبعا ان حضرتك طبعا اخو الدكتور العلامة الكبير ابراهيم الفقي رحمة الله عليه، شرفتنا ونورتنا يا دكتور سيد. شكرا ليكي يا نور الحياة. شكرا لذوقك. شكرا. وطبعا صاحب البيت طبعا دكتورنا الكبير دكتور احمد رشدي شحاته، ده خلاص دكتور احمد غني عن التعريف، لانه بسم الله ما شاء الله يعني احنا نعتبر احنا اللي ضيوف عنده، يعني نورتنا طبعا يا دكتور احمد، وسعداء ان احنا دايما بيتجدد لقائنا من خلال البرنامج. وطبعا صاحبتي الجميله ان هي دايما بتكون منوراني من خلال البرنامج، اللي انا طبعا يعني الحقيقه على طول يعني برضه صاحبه البيت زي الدكتور احمد رشدي، حبيبتي الجميله خبيره الارشاد الاسري طبعا دكتوره منى عويس، نورتينا دكتور منى. نورك يا حبيبه قلبي. حبيبتي. ببقى فرحانه وببقى سعيده لما معاكي. انا اكتر والله، تسلميلي يا رب. حبيبتي ربنا يبارك. دكتور سيد طبعا هنبتدي طبعا بحضرتك، طبعا احنا عايزين النهارده طبعا موضوع الحلقه زي ما قلنا هنتكلم عن التنميه البشريه. طبعا في ناس كتير جدا ما عندهمش فكره ايه هي التنميه البشريه، طب اصلا على ناس هناخدها خطوه خطوه كده من اول التعريف، عايزين طبعا نعرفها لكل المشاهدين ايه هي التنميه البشريه. التنميه البشريه متلخصه في كلمتين اتنين، بناء الانسان السليم القوي. تمام. اللي عنده قوانين الاتزان السبعه بتوع الدكتور ابراهيم الفقي، الصحيه والماليه، كل الصحيه والماليه والعائليه، يبقى كويس في كل الحاجات دي. فما ساله الدكتور ابراهيم الفقي زمان، المذيعه الجميله اللي زيك كده، بتقول له يا دكتور ابراهيم الفقي طب افرض الراجل ده كويس، يعني كويس واخد دكتوراه واخد كذا وكذا وبيحسن نفسه وبيميز نفسه، قال لها يبقى اكوس. قالت له يعني ايه اكوس يعني؟ قال لها هيبقى احسن، يفضل يبقى احسن. قالت له طب افرض بقى هو اكوس، يعني انا تلمستك وبنتك وقول للناس هو كويس، بل هو اكوس، يعني بيحسن نفسه كل يوم ويقدم نفسه كل يوم، وهي دي التنميه البشريه، ينمي نفسه يعني ويبقى انسان قويم وسليم في عيلته وفي صحته وفي ماله وفي علمه وكذا. قال لها يبقى اكوس الاكوس يا اختي. فطبعا الدكتور ابراهيم الفقي انتوا عارفين الكاريزما بتاعته الجباره اللي هي تاثيرها سابها في العالم كله، وهو نمره واحد على العالم كله ما زال في التنميه البشريه. وانا بقول له حاجه بسيطه كده دلوقتي، رحمه الله عليه، الله يرحمه ويسامحه، نترحم عليه ونترحم على امواتنا كلهم واموات المسلمين. امين يا رب. بنقول له بصوا شوف دكتور هيما بيعمل ايه، بصوا شوف دكتور هيما قال لك ايه، قفلوا النور يا اخوانا علينا، ضلمه في ضلمه يا عيني علينا، جالك هيما فتح النور، فن وعلم وشرحه يطول. وبعد ما كنا في ضلمه يا ناس صبح الصبح قريت كراس، شياكه من بره ونور من جوه، عقولنا تلعلق قوه في قوه، شيكوا عليه واسم الله عليه ورحمه ربي تحوم حواليه وعجبه. هي دي التنميه البشريه. تمام. هي التنميه البشريه هي الحل. هي اللي هتنفع للكل. الناس تنمي نفسها، اللي بينمي نفسه كخلقا وكدينا ايا كان دينه. تمام. وبعدين في عيلته في فلوسه في كذا بيحسن اللي جنبه، أكيد. واللي جنبه هيحسن اللي جنبه. اذا الدوله هتقوم ومصر تقوم، مصر غاليه، مصر بلدنا تقوم. دكتور ابراهيم الفقي ساب الدنيا هناك وجه هنا عشان يدي للشعب المصري والشعب العربي وللمصريين خاصه وللشباب اخص الاخص. كان جاي عشان الشباب ومات في مصر وتوفى في مصر. وده راجل اتكرم في اكتر من 40 دوله. هو طبعا غني عن التعريف طبعا رحمه الله عليه، وانا نفحة منه. انا اخوه كبير ولي امره او ابوه في يوم من الايام. ابوه توفى. العمر كله لحضرتك. عمره ثلاث ارباع قرن كفايه. لا ربنا يديك الصحه يا دكتور، ربنا يديك الصحه يا رب. فالمهم ان احنا ما زلنا بنحاول نمشي في رساله هذا الرجل العظيم، هذه المناره العلميه الجباره، دكتور ابراهيم الفقي رائد التنمية البشرية. أنا بيسموني راعي التنمية البشرية وبيقولوا عليا فاكهة التنمية البشرية. والحاجات دي بتفرحني. وطبعا درست على ايديه، خدت كل شهاداته
وبعدين اخذت يعني اتعلمت على ايدين ناس كبيره على شغل بقى اللي هو الاونلاين والكلام الغريب بتاع دلوقتي اللي احنا ما عصرناهوش عشان انا 75 سنه كله كدكتور واتعلمنا التنميه البشريه هي الحل لاي دوله في العالم لاي انسان في العالم يحسن نفسه. وطبعا الدكاتره اللي موجودين عارفين الكلام ده كويس وعارفين ان ابراهيم الفقي رحمه الله عليه اتكرم في 40 دوله حكومات منهم البيت الابيض الامريكي حسب معلوماتي عشان ايه؟ عشان راجل ادى صاحب رساله دكتور ابراهيم الفقي كان يقول لك التنميه البشريه فيها يا دكتور ابراهيم الفقي يقول لك فيها حاجتين الرساله والفلوس بس ادي الرساله الاول طب اديها ازاي يا دكتور ابراهيم؟ اديها للناس ربنا ادالك علم معين لازم تديه للاخرين تمام فاحنا باذن الله عاملين حاجه اسمها حتى دلوقتي التنميه البشريه للجميع اللي هي نفحه من نفحات هذا الرجل العظيم والكنوز اللي سايبها لنا طبعا ما زال لحد النهارده حسب معلوماتي برضو بيشوفوه 420 مليون بني ادم حول العالم كل شهر ده الدكتور ابراهيم الفقي ابن مصر العظيمه رحمه الله والمصري اللي عنده انتماء غير طبيعي لمصر بلدنا وللامه العربيه شكرا يا دكتور نرجع لحضرتك تاني ونكمل مع حضرتك الحوار ونرجع لدكتورنا الكبير دكتور احمد روجي شحاته تكمله لدكتور سيد الفقي كلمنا بقى عن التنميه البشريه انت ايه راي حضرتك فيها يا دكتور احمد؟ طبعا يعني نستاذنك بقى اسيب الدور للدكتوره منى لا لا انا خدتها بقى كده يعني بالتبعيه كده يا دكتور يعني بدانا بدكتور سيد لا لا فقلنا بقى يعني مع حضرتك وبعد كده نكمل مع دكتور منى يعني اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا بحيي معالي الدكتور سيد الفقي هذا الرجل القيمة وقامة العلمية والخبرة الذي يتميز يعني بالحضور القوي والدعابة يعني اللي على طول هي يعني ايه يعني ما شاء الله ربنا يديله الصحة طول العمر 75 سنة ده مقارن لربع ما شاء الله ولل 75 سنة اللي فاتكم واللي جايين حواريكم فيهم من وينكم تاني ربنا يديك الصحة والعافية يا رب وهو مش بس أنا بعتبره يعني بمثابة الأب الروحي ليا مش بس والله للدكتور إبراهيم يعني طبعا يعني بعيد عن التنمية البشرية قيمة وخبرة في الحياة تقعدي معلم تقعدي تستفادي خبرة ديكي خلاصة الحياة لا بسم الله ما شاء الله يعني دكتور سيد غني عن التعريف يعني وتاخديها مجانا بس استفادي يعني مهم الواحد يستفاد فطبعا بحيي تعالى كبر وبعدين يعني اعتبر شرفت بالتوقيع والتعاقد معاه في موضوع المبادره بتاعه التنميه البشريه للجميع فده كان شيء افتخر بيها يعني ان انضميت لهذا الفريق بتاع العمل برضو ان شاء الله يا دكتور بدون قطع يعني كلام حضرتك يعني ان شاء الله برضو عايزين نتكلم على المبادره دي ان شاء الله باذن الله مبادره جباره ان شاء الله من روح الدكتور ابراهيم الفقي وطبعا تحياتي لحضرتك والجمهور العظيم اتفرج علينا وكل متابعينا الكرام يا رب يخليك وطبعا دكتوره منى بقى دكتوره منى طبعا برضه سبب ان حضرتك اللي احنا حاسين ان احنا يعني ايه هنعمل لقاء جامد جدا باذن الله مع حضرتك ان شاء الله طبعا شرف لينا طبعا نيجي بقى للتنميه البشريه اتفضل التنميه البشريه هنتكلم عنها في جزئيه خاصه ولا عموما عموما هتاخد على خطوه بقى خطوه خطوه يعني كده خطوه انت عايزه تعرف يعني عن التنميه البشريه اتفضل عايزين بقى ايه زي كده حضرتك ما سالنا دكتور سيد برضو حضرتك تكلمنا ايه هي التنميه البشريه يعني انت برضو رايك من راي دكتور سيد لكن هو انا عشان نفهم الناس اكتر بشيء من التيسير عليهم بصوره مبسطه يا دكتور التنميه البشريه بتهدف الى ايه خلق انسان متوازن في جميع انواع حالاته الصحيه النفسيه العائليه الاجتماعيه في العمل في مع جيرانه مع اصدقائه في كافه الامور يكون انسان متوازن بدايه من علاقته بالاخرين مع علاقته بربنا الاخرين تشمل كل حاجه عارفه حتى علاقته بالجماد ازاي يكون انسان في علاقته مع الجماد يعني هو يعني الجماد والانسان لا تبدا بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى اذا استقامت هتستقيم معها كل امور علاقات الثانيه هينجح فيها فالهدف من التنميه البشريه هي خلق انسان ناجح متزن في جميع علاقاته كامله. طيب هل هنوصل لحد الكمال؟ لا مش هنوصل احنا بنحاول ونجتهد. كمال الله وحده طبعا. بنحاول ونجتهد ونتعلم الاخطاء. هنا بيجي جزء اخر من التنميه البشريه انت تغلط مع كل ابن ادم خطاء. طبعا. ما يعني احنا لسنا ملائكه. طالما انت بشر وانسان هتخطئ، الهدف ان نتعلم من الخطا ثم تعيننا التنميه البشريه على تقييم هذا الخطا والاستفاده من التجربه، ما نقفش عند محل التجربه، لا نبكي على الاخطاء، نتعلم منها ونتجاوزها. يمكن كان في تعبير يعني
جميل يعني بيقولوا ايه يعني تعالى نتجاوز عن اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. فطبعا يعني ايه يعني مش هنقعد نتكلم بقى في الماضي في اخطاء وخطئ، ما احنا اخطانا. عايزين نعمل اخطاء جديده بقى. انت لما هتعمل اخطاء جديده طول ما انا عايش طول ما انا موجود طول ما بني ادم فعلا ننسى اخطاء الماضي بس نتعلم منها. لازم بنتعلم، ما فيش حد ما بيغلطش، بس احنا المهم ان احنا نتعلم منها، استنبط الخبرات، استنبط منها الحكمه، استنبط منها التقويم، اقيم الموقف اللي انا مريت بيه ازاي انجح بعد كده. لكن مش هقف عندها، انا اخطات لو هبكي وتاني واقف عند هذا الخطا. هنا بقى احدى ادوار التنميه البشريه، ما نقفش عند الخطا، نعمل اخطاء جديده. يذاكر انت انسان هتغلط، وصحح وقوم نفسك وقيم نفسك وشوف انا غلطت ليه. المهم ان احنا نتعلم من اخطائنا دائما. مساله تقييميه تقويميه مستمره، ما هيش ثابته عند خطا معين او موقف معين. وطالما انا هكون ناجح في جميع ومتزن في جميع المحاور بتاعه حياتي كلها زي ما قلنا، عارفة الجماد ده ازاي تتعامل. حتى يعني احنا عارفة لو عملنا تنمية بشرية ولنا بقى يعني ان شاء الله مع شهادة الدكتور سيد دي اللي انا عايز اقول انسان مش انت بس، احنا بره بنعيب على ناس نظيفة وناس شيك. هنا دي اسمها تنمية بشرية، انت بتتعامل مع الحجر ازاي، بتتعامل مع البشر ازاي، بتتعامل مع الجماد ازاي. احنا ما بنعرفش نتعامل مع الشجر، ما بنعرفش نتعامل، عارفة صندوق القمامة حضرتك ما عايزين نتعامل فيه، ما بنعرفش نتعامل معاه ازاي. بنيجي بنرمي القمامه بتاعتنا بدل ما نقفل الصندوق بنرميها بره والصندوق قدامنا، مع ان الصندوق موجود قدامنا. من عاونت المبشر انت ازاي تتعامل مع الاشياء، مع الجماد، مع الطيور، مع الانسان، مع الحيوان. تمام. مع علاقتك مع ربك ما تحاولش تاخدش الاخرين. يعني التنميه البشريه انت يعني سالت سؤال جامد كده، ويعني ليه ما ليه حاجات كتيره جدا ما ينفعش. هي حقيقه متفرع يعني ليه يعني موضوعات كتير جدا وعايزه اكمل. لكن الخلاصه ان انا عايز مثلا ايه، ان انا كانسان ابقى عندي توازن. طيب. وده برضه بتهدف للصحه النفسيه بقدر الامكان. قدر الامكان انا اكون انسان متوازن، مش انا مش ملاك. اكون انسان يعني زعلت ما تنيش زعلان على طول، فرحت ما تنيش فرحان على طول، حصل عندي موقف ما اعرفش عنده على طول، حصل عندي نصيبه هيحصل عديها عشان في مصيبه جايه ثانيه. ما دي مش اول كارثه مصيبه هتحصل لي، ما في مصايب كتير. ربنا ما يجيبش حاجه يا دكتور احمد. انا يعني برضو هنسال دكتور منى طبعا، هنرجع لك برضو تاني. دكتور منى برضو هتدينا برضو نبذه صغيره. دكتور منى برضو يعني زي ما سالنا ضيوفنا الكبار دكتور احمد والدكتور سيد عن اهميه التنميه البشريه، برضو حضرتك كده تقول لنا ايه رايك في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. عليه هو طبعا رسولنا الكريم، هو اول من علمنا يعني ايه تنميه بشريه. صلى الله عليه وسلم أول معلم البشرية هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا من بعديه الدكاترة اللي هم طلعوا عشان يفصصوا الدين ويفصصوا المحاور بتاعة الدين نفسها، أصول الدين نفسه. نطلع نفصص كل الكلام ده ونطلع بقى نقول بقى يعني إيه تنمية بشرية. يعني إيه أجيب يعني بشر ينمو. أنا عايز البشر ده ينمو كأن طفل صغير أنا جايباه وبعلمه من صغره، بس فيه بقى كل اللي أنا إيه عايزة أحط فيه التعليم، بأسسه بعمله تأسيس. بس هو إيه على هيئة بشر كبير، مش هقول أنه هو صغير، لا هو كبير، بس هو عنده قناعات، أنا بغير القناعات بتاعته وبغير المفاهيم. فإذا هي تغيير مفاهيم وتغيير قناعات أساسها هو ديننا الكريم صلى الله عليه وسلم، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أساسه هو ديننا، هو الدين بتاعنا، هو أساس التنمية البشرية. فيما بعد بقى بدأ به الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، وبعدها بقى اللي هم الدكاترة بقى اللي مسكوا التنمية البشرية من أصولها ومن أساسها بدأوا يعلمونا، وبدأنا إحنا كمان يعلمونا ونتعلم، وبدأنا إحنا كمان نعلم وتبقى رسالة، هي رسالة رسالة مداومة طول الحياة، بنتعلم ونعلم ونفضل إحنا على مدار كل ده بنتعلم معاهم. احنا بنتعلم مع كل الدكاتره، دكتور سيد، دكتور احمد، دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله، كان معانا دكتوره منال الديب يعني مساء الخير عليها. يعني احنا اتعلمنا من الناس دي كلها. الحمد لله فضل ربنا علينا. انا بيهمني في التنميه البشريه ان بشر ينمو، اخليه ينمو ازاي. انا ببص بقى في كل التعليم اللي انا اتعلمته، كل القيم، كل المبادئ، وبعدين كل لازم الانسان عشان يتغير يتغير ازاي. ما لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تمام. واحد عايز يتغير اهلا بيه، حلو قوي جميل. لكن الواحد ما عندوش قناعه ان هو يتغير، صعب ان انت تتغيري. لكن عنده قناعه، اهلا بيك، تعالى بقى هنعلم فيك بقى احنا القيم والمبادئ اللي احنا اتعلمناها، هنتعلمها ازاي وهنعملها ازاي، وهبث فيك كل البث ده علشان هتطلع ايه بقى البشر اللي بينمو قدامنا، اللي هو بيطلع بقى منها الدكاتره، وبيطلع منها الـ القيم والاخلاق،
كل ده حاجات كلها يعني ايه تنميه بشريه. ممتازه فتح الله عليكي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك علما يا دكتور. هنرجع لحضرتك بقى يا دكتور سيد. طبعا احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، عرفناها ايه هي. طب عايزين بقى اثرها، اثر على الانسان ايه بقى يعني؟ خطيره جدا جدا جدا. دكتور ابراهيم الفقي الراجل بدا من تحت الصفر وعلم نفسه اربع لغات، انجليزي وفرنساوي والماني، وحسن العربي بتاعه. وكان من صغره يقول لك انا نمره واحد في اي مكان، شغلوني زبال. اما حتى قالوا له اللي هم كانوا بيحكموا مصر قبل كده رحمه الله عليهم، الناس اللي قعدت انا كنت موجود معاه، وقالوا له طب تدينا ايه يا دكتور ابراهيم نعمل لك وزاره للتنميه البشريه؟ قال لهم لا، انا ما بشتغلش موظف عند حد، انا اشتغل ممكن عند مصر. طب ازاي يا دكتور ابراهيم؟ قال لهم مثلا لو حطيتوني احل مشكله الزباله في مصر. قالوا هتحلها ازاي؟ شوف بقى المفاجاه. قال لهم ادوني مليون شخص بنات على صبيان نص ونص مثلا، هتعمل بيهم ايه يا دكتور ابراهيم؟ قال لهم هديهم 1000 جنيه. الكلام ده من 10 او من 15، لا اكتر من 15 سنه تقريبا. المهم قال لهم هديهم 1000 جنيه في الشهر غير البونص. طيب هتحل مشكله الزباله ازاي؟ قال لهم هعمل حاجه اسمها ريسايكل، وانتوا سافرتوا كلكم بره، اللي هي اعاده التدوير. قال لهم الصين تمام. ودي معلومه خطيره جدا. الزباله بتاعتها ما بتكفيهاش، ما بتكفيهاش تصنيع. بتستورد الزباله، بتدفع فيها فلوس لكل الدول اللي حواليها. قال لهم هذا الكلام، وقال لهم اديوني اسم زبال مصر الاول، وشوفوا هعمل لكم ايه وحل لكم المشكله ديت، وهجيب معدات على اسمي من بره. قالوا له طب كام بقى الفلوس اللي انت ده، انت بتقول 1000 في مليون، يبقى عايز لك مليار جنيه كل شهر. قال لهم بصوا لبقي، نو ماني. نو ماني ازاي؟ ولا مليم. قال لهم بالعكس، سنه واحده هدي مصر فلوس. طبعا ما نفذوش الكلام. زائد بقى موضوع التنميه البشريه، قال لهم قولوا عليا مستشار التنميه البشريه لمصر او ابن ادوني اي اسم، وانا ادخل لكم التنميه البشريه في كل مكان. النهارده فين التنميه البشريه؟ الدكتور ابراهيم الفقي الامم المتحده في سنه من السنوات، وده مستنديا دوكيومنتد، قالت وجود الدكتور ابراهيم الفقي في مصر طلعت معدل التنميه البشريه من 0 الى 65%. ده بدري يعني. شوف النطه، عشان ابراهيم الفقي العالمي ابن مصر ركب التنميه البشريه. واقول لك بقى حته بقى ظريفه كده، الاهداف حدد هدفك وانت صغير. يقول لك الطفل عند 7 سنوات بيكون وصل ل 90 الى 95% من القيم اللي هتفضل معاه لحد ما يموت. يا خبر ابيض يا دكتور، ما احنا اسسناه يا دكتور من وهو لسه صغير. اللي هي قالته الدكتوره الجميله دي، بنبدا بقى دكتور منى بنأسس ويطلع حجر اساس بنأسسه وهو بيطلع عليه خطوات بقيم بمبادئ. هذه المبادره دلوقتي والراجل الجميل ده والدكتوره دي هتشترك سواء رضيت او لم ترضى في ان شاء الله باذن الله. بنت من بنات الدكتور ابراهيم الفقي مشتركه معايا، الدكتوره منال الدين والدكتوره منى شوقي والدكتوره منى القصاص اللي هم ابنائه القدام. الدكتوره منال الدين كان بيقول عليها بنت البكر، يعني البكريه يعني، بيقول عليها. وعملت مكتبته، يعني مش عايزين نسترسل، لكن عملت مكتبته وصرفت عليها الاف مؤلفه. مكتبته في حلوان، موجوده في حلوان عندنا مكتبه في حلوان لحاجته اللي اتحرقت ونظفتها مش نظفتها، صرفت عليها وعملت. المهم هقول حاجه خطيره، زي ما بقول الزجل اللي هو طلعه مني بنظريه الاوتوجينيك، فدايما بحط حاجات كده وانا متعلم على ايدين العظماء اللي هو صلاح جاهين وغيره، يعني من ضمن الحاجات اللي انا متعلمها ولا ازكي نفسي، عندي علم في الزجل وكذا، وبقول حتى ويمكن ببعت لكم كل يوم على الواتس على الواتس اللي هي رباعيات الفقي. والدكتور ابراهيم الفقي اللي طلعها مني، انا كنت بقول زجل وانا صغير وبطلت لحد ما جه قال لي قول زجل، قلت له ما انا بزاجل، قال لي لا في نظريه الاوتوجينيك وبتوع التنميه البشريه عارفينها كما السحر، طلع مني زجل غير طبيعي. فبقول له كل حاجه، كلمه بيقولها كنت بحطها في زجل وكان بيطلعني قدام التلفزيون وقدام الناس بقولها. فبالنسبه للاهداف وبالنسبه للستات، الاول الاهداف، قول حدد هدفك وامشي عليه، اوعى تسيبه وتبعد عنه. دكتور هيما قال لي عليه وقالوا في كتبه وعلمه وفنه وعجبي. الستات بقى، الست مهمه جدا عند الدكتور ابراهيم الفقي، وكانوا بيقولوا حاجه خطيره او عارفينها كلنا، يقولوا الست نص المجتمع. دقيقه واحده، مين اللي بيربي النص الثاني؟ اظن الراجل. طبعا لا. الست هي اللي بتربيه، هي اللي قاعده في البيت، وهي اللي حتى لو بتشتغل هي اللي بتربي. هي اللي بتطلع الاجيال الجديده. اذا الست هي المجتمع. فانا من ضمن الزجل اللي بقوله اللي يأذي الست يبقى بيأذيني. بسم الله ما شاء الله، زمان كل الستات بيشوفونا النهارده يا دكتور يعني مبسوطين قوي كلمه حضرتك دي. يعني يوم القيامه هيعيط ويقول لي خبيني، نار جهنم هتلسعه
ويغني اه يا ليلي اه يا عيني وعجب. عجبك ما شاء الله عليك يا دكتور. هنرجع لحضرتك تاني دكتور احمد رشدي طبعا العلامه الكبير. تقول لنا برضو يا دكتور احمد التنميه البشريه يعني اهميتها برضو ايه للانسان وازاي الانسان يستغلها بشكل صحيح؟ التنميه البشريه ازاي الانسان يستغلها؟ اه هنرجع ان احنا نقول الهدف منها ايه؟ اه هي عشان نضبط الكلام ده نقول هي ليها هدف يعني علم له هدف او هي ليها نتيجه ممارستها وهي ايه بالظبط؟ الحاجات دي كلها تخليني اعرف التنميه البشريه ليها. التنميه البشريه مجموعه نصائح وارشادات وحكم ومواعظ تخليك لما تقعدي نقاط كتير جدا يا دكتور سلسله يعني تستفادي منها موضوعات كتير جدا كتير. تستفادي منها لانه انا يعني البعض يمكن بيعتبروا العلم متطفل يعني قائم على اخذ من الصحه النفسيه واخذ من المنطق واخذ من علم النفس لان كل ما فيه متفرقات لما تجمعيها هتعمل لك نوع من انواع التوازن في حياتك. تمام تعدي عندك كارثه هتعديها عندك مشكله تقدر تحليها عندك كده لها اثار ومسالب وعيوب وحاجات كده ممكن نتطرق لها بعدين. كأهم التنميه البشريه من ضمن الاهداف اللي بتسعى ليها او نتائجها المثمره ان احنا لو طبقناها بتختلف من فرد لفرد اكيد هتؤثر في حياه الانسان وهتدفعه للامام وهتخليه انسان متوازن وقوي بايمانه بالله. ما احناش احنا بنقول ايه هي بالتنميه البشريه قلنا لا هي علاقه تبدا من علاقتك بربنا الاول. ودي كان باكد على الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه ان كان دايما يعني لما نيجي نجيب الحاجات بتاعته وحلقاته وبتاع واجي استرجعها لانه دايما ذكر الله معاه يعني يعني ايه الخلطه السحريه فما بيبعدش يشوف ربنا بيقول ايه يشوف ربنا بيه. فالبعد عن الله عشان ما نقولش ايه انت لا ما هو برضه من ضمن التربيه البشريه اساسا ان انت علاقتك بالله جيد نمبر 1 اكيد طبعا تقرب اي حاجه يا دكتور لازم تستخدم علاقتك بربنا فدي من ضمن النتيجه وهدفها لما نعملها اكيد طبعا. انا ما بصليش او ما بصومش او بظلم الاخرين بتعامل وحش مع الجار ازاي انا اخد الحاجات اللي موجوده في الاسلام في الاحاديث النبويه والقران الكريم وابرمجها واوصلها بصوره طيبه للي قدامي يعلمه يعني ايه حق الجوار يعلمه يعني هو فن التعامل ازاي تبقى انت متوازن في كافه علاقاتك مع الاخرين ومع ربنا الاخر تسمى كل حاجه بقى يعني يعني من ضمنها نبدا حول الجوار تدرون ما حق الجوار اذا استعان بك انت واستقرضك اقرضته وان مرضى عدته وان مات شيعت جنازته يبدا ديك مفاهيم يجي احنا كل ده كله يترجمه هنا برضه دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه يقول لك لا تقبل الاخر ومش عارف ايه وبرضه تقبل الاخر دي هنقول فيها الناس قالوا عليها ايه كلام كتير لكن احنا بنقول ايه؟ ان هو تحسن الى جارك تخلي بالك منه تخلي بالك من الفاظك تخلي بالك من كلامك معامله الحسنه طبعا طبعا بلا شك النهارده بنلاحظ مفيش اداب اخلاقيه عاليه النهارده وسائل التواصل الاجتماعي عشان اقنع فلان اشتمه والا ادبي عليه وبتاع يعني بتجيني كم بداءات وكم قاذورات وانا عمري ما شفت لحد في وسائل التواصل الاجتماعي يعني لازم الواحد يحترم الاخرين احترامك الاخرين احترامك نفسك دي من الاسس بتاعت او النتيجه بدون قطع كلام حضرتك بس يا دكتور احمد هنخرج لفاصل صغير ونرجع تاني بعد اذنكم مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم تاني مع ضيوفنا المنورين ومشرفينا من خلال برنامجنا نور الحياه. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل مع عمالقة التنمية البشرية النهارده طبعا منورنا ومشرفنا من خلال البرنامج دكتور سيد الفقي دكتور احمد رشدي دكتورة منى عويس. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور احمد رشدي عن اهمية التنمية البشرية للانسان ازاي ان هو يستغلها واهدافها. سريعا كده يا دكتور هكمل مع حضرتك الجملة عشان عايزين بقى نتكلم بعد كده عن انواعها دكتور مجالاتها في لها مجالات كتير جدا وكمان عايزين برضو نلقي الضوء عن المبادرة بس حضرتك نكمل كلمتك الاول اللي كنا بنكملها قبل الفاصل اتفضل. يعني هون هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي؟ هنتكلم احنا حضرتك كنت بتكلمني قبل الفاصل عن اهميتها للانسان ازاي الانسان بيستغلها بشكل صح ان هو ازاي بتعليم ربنا باتجاه ربنا اسس معينه بيمشي عليها. ما احنا كده يعني هنسبة الاحداث هنقول ان ايه عيوب وسلبيات التنميه البشريه. ان هي هتبدا ان هي ايه يختلف نتيجتها من شخص لشخص. يعني بقول للاشخاص اللي عندي اجتهد ده هيجتهد ده هيجتهد نص اجتهاد ده فالنتيجه اللي هحصل عليها مش هيبقى مردودها واحد لما اجي اقيمها مش هتبقى واحده. فهنا احنا بنقول بنبذل ما علينا من جهد ونبدا نفهم الناس القواعد والاسس اللي هيمشي عليها في حياته وعلاقاته بحر صحاح المفاهيم وعلاقاته بربنا. يعني في ناس يصلي ويصوم
وكل حاجه تيجي يبيع يغش يقول لك دي ناخد رقم. لا ما انا اساسا قال من غشنا ليس منا. وانت بتوزع هي المبادئ بتاعتك واخلاقك بتتوزع. لا دي مش نقره ودي نقره هي كلها كلها احنا ماشي. بقول لطالب يا ابني اجتهد ذاكر يروح رايح يغش يقول لك انا ذاكرت بس لقيت اللي بيغش بيجيب نتيجه. يقول لك عندنا قاعده تقول ذاكر تنجح غش تجيب نتيجه. يا ابني لا مش ذاكر تنجح غش تجيب نتيجه انت كده بطلع واحد غشاش فاشل. هنا بربي فيه حاجات اخرى ان مثلا ايه ما تكذبش ما تكذبش خالص نهائي. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله صحابي قال له أيسرق المسلم؟ قال له نعم. أيزني المسلم؟ قال له نعم. قال له أكذب المسلم؟ قال له لا. فقدم الزنا على الكذب. تمام. الكذب دي مشكلة. أكيد يعني طبعًا. يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبيع الزنا وبيبيع لا لكن الوزر بتاع الكذب وأضراره اللي بيزنى بيرجع على نفسه. طبعًا. اللي بيسأل نفسه لسه غير لكن اللي بيكذب ده يدمر مجتمع يدمر أمة يدمر أخلاقيات كاملة. ما يكذبش. تمام. المسلم لا يكذب لا يكذب. يعني لما يقدم الزنا على الكذب دي نعرف منها ان المساله خطيره. احنا كلنا كذابين معظمنا ما رحم ربي. البني ادم خطا يا دكتور يعني هو البني ادم خطا بس يعني هو يعني المهم ان هو يعترف بخطأه ويعرف ان هو غلطان يعني ما يلتمس ما توصلش ده اللي احنا عايزينها. يعني ان شاء الله اشكر العمر انا في المبادره اللي شرفت بقول لحضرتك بتقي عليها مع الدكتور سيد الفي. انا مش عايزين نعمل زي اللي فات الدكتور ابراهيم الفي كان يعني تعلمت منه التفرد والتميز بصوره غير مباشره شكرا التقيت بيه وانا ابن من ابنائه. لا انا ليا اساتذتي البخاري ومسلم تعلمت على ايديهم بصوره غير مباشره. عندي تعليم مباشر تعليم غير مباشر. الدكتور ابراهيم في قرات معظم كتب بتاعه ويعني كلها محفزه كلها جميله وحلوه. عايزين نستغل الحاجات دي في فرض واقع جديد. انا مش هكرر الحاجات بكل اخطاء هنشوف فيها اخطاء نصححها. لازم نصوب مش عندنا واقفين هو حتى الدكتور ابراهيم كمان مش عايزين نقف عند مرحله معينه ان احنا وقف عايزين نكمل حتى هو لما اجي اقرا كتبه الاقي سايب بعض الحاجات مفتوحه اللي يجعل القارئ يستنبط النتيجه ان هي يوصل الى وغيره يوصل الى افضل واحسن وبيحفزك انت توصل احسن. مش عيب مش خطا مش غلط. هو كان من ضمن حاجاته الاساسيه رحمه الله عليه ان يحفزك على اعمال العقل. اعمل عقلك. انا لما اديك النتيجه النهائيه اقول لك كل الحاجات كلها حلوه طب انت عقلك فين هتشتغل ازاي هتشتغل مخك ازاي. صح دايما اقول هو ليه ما كملش دي المفروض كان يبقى تكملتها كذا ليه قال كده. يعني مثلا يتقبل الاخر كما هو. هو ليه ما قالش دي فيها حاجات خطا وحاجات صواب. لما اجي ادرسها بدرسها بقى بالطريقه العقيمه بتاعت اللي بيدرسها مدربين التنميه البشريه. لا لازم نطور في منهجها في التدريسي تقبل الاخر زي ما هو ازاي واخضعها عليه يعني نعملها بسلاسه يا دكتور الناحيه النفسيه واخضعها عليه. مبادئ الشريعه الاسلاميه ان انا لا فين الدين النصيحه؟ الاخر تقبل زي ما هو. حتى يعني الدكتوره منى وغيره وغيره مثلا يعني مثلا ما تزعليش هتقول لك ايه تقبل الاخر زي ما هو. طب انا رزل هتقبلني زي ما انا غصبا عني تتعاملي مع رزالتي تقبلك يا دكتور تقبل الاخر بامر الله. لا يعني اقصد ايه؟ لا انا منك لله لا بامر الله هي بتقول امر الله يعني هي مضطره يعني انه انا هتقبل الاخر في امور كما هو وفي امور اخرى مش هقدر اتقبلها فعلا لابد في حاجات فعلا غصبا عني اعمل بالبنايه يعني فالدكتور يعني في رحمه الله عليه لما تركها مفتوحه لامور اخرى ان احنا نستفيد وان احنا نحاول نطور اتقبله زي ما هو. يعني مثلا ايه يعني في مره احدى مدربات المدرسه قالت لي حتى لو قدامك رقاصه تتقبل زي ما قلت لها لا ادينا نصيحه لا يا بنتي كده غلط يا بنتي كده اوديك النار يا بنتي كده يما اسيب لها العماره وامشي اسيب لها المكان وامشي. صح اتقبل الاخر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال حامل المسكي ونافخ التكير. ده صاحبك وده صاحبك هناخد صاحب المسكي بقى انا ما صاحبش واجاور وبتاع كده. تمام يا دكتور ما شاء الله برضه عندنا في الحاجات هنا ليه ال- 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 الجار قبل الدار. اكيد طبعا لما اجي اختار جاري المؤدب المهذب اللي هرع مشاعري اللي هيخلي باله مني في السراء والضراء اللي هيقف جنبي. يبقى هنا بنختار الجوار قبل الدار زي ما قالوا اجدادنا وابائنا. وده اللي احنا بنقوله. الدكتور ابراهيم الفي رحمه الله عليه وضع مبادئ اسس جميله جدا وترك الباب عليها. مفتوح للي حابب بيمشي عليه ومن ضمنها مثلا ايه حط هدف وحاول ان انت تنفذه وحاول ان انت تشتغل عليه. تمام يا جماعه لا الهدف له ضوابط منضبط بها اهمها ان يكون مباشر عين اهمها يكون غير فوق مستوى قدراتي. يعني دلوقتي انا عايز العب اندرتيكر واغلبه ينفع ما ينفعش؟ لا مش هينفع اكيد. انت تقعد بقى تنفق فيا يقول لا الامل بالامل تحقق الهدف والحافز وهشيل فيك الدوافع مهما تسير. انا نص متر ازاي حضرتك عامل تكر معدي متر وشويه ازاي انت يعني مثلا يعني فازاي انا اديني حافز واديني دافع ونزلني الجيم. تمام مش هينفع.
ولكن في حاجات تانية مرتبطة بالبداية يعني انا عايز ابقى لعيب كورة في منتخب مصر، احط هدف قدام ان انا هبقى احسن من محمد صلاح ومن الخطيب، ينفع؟ قول لا، حط هدف قدامك نفذ، ده اللي انا عايزه يعني. ان شاء الله انا عايش كل عام هننقيها من اخطاء، كل علم له اخطاء وفي شوائب. وانا حملته على عاتقي، ودكتور سيدي انا حملنا امانه ورساله بعد دكتور ابراهيم الفير رحمه الله عليه، ان انا لابد ان اكمل هذه الرساله بتصويب ما دخل هذا العلم من شوائب ومن اخطاء. نقول مثلا حط هدف، الهدف لازم يكون منضبط بضوابطي. يعني حطيت هدف ان انا عايز ابقى اكبر تاجر مخدرات في مصر وفي العالم كله. حلو دي هدف لابد ان ينضبط. ينضبط بايه بقى؟ لابد ان يكون الهدف اللي انا حاطه. يا دكتور لحاجه ثانيه يعني، مفيش هدف قدام حضرتك غير الهدف. لا، ما احنا عايزين هنا تعريف الهدف، لابد ان يكون منضبط عشان في فعلا مش هينفع. لما ترك عوام وترك الباب مفتوح لاعمال الذهن. حلو قوي. فلا بد ان يكون الهدف منضبط. لازم فعلا ان احنا نشغل دماغنا، مش لازم كل حاجه بنعملها الهدف يكون منضبطا اخلاقيا، منضبطا شرعيا، لا يخالف العرف ولا العادات ولا التقاليد ولا القيم ولا المبادئ ربنا عليه ولا ديننا. ماشي. مثلا والله انا عايز ابقى اكبر راجل مثلا بيع مخدرات في العالم كله، حدش زي ما حط هدف هتنجح فيه. هل هو اخلاقي؟ هل هو ما ينفعش؟ لازم الاساسي. تمام. وبعدين نقول بقى الهدف ايه من ضمن برضه ضوابط منضبط بيها، انه ما يبقاش فوق طاقتي. تمام. مش انا هعمل منك ان انت لعيب سله، حط هدف قدام ما ينفعش. يبقى انا حطيت لي انت هدف فوق. اهم حاجه ان احنا نحط هدف الاساسي الصح ان احنا نمشي عليه. وبالتالي بعد كده زي ما بقول عندنا في الصحه النفسيه احباط يؤدي الى تشاؤم، يؤدي الى امراض نفسيه اخرى كثير، ان انا مش قادر احقق الهدف. تمام يا دكتور. اللي انت بتحط لي هدف أعلى كبير عن طاقتي، كبير عن امكانياتي. اهم حاجه ان هو يكون يعني في حدود امكانياتي وان انا اقدر امشي عليه منضبط بضوابطي يعني. تمام يا دكتور. هنرجع لحضرتك تاني، هنتكلم مع دكتوره منى. دكتور منى، طبعا احنا اتكلمنا، عرفنا كده التنميه البشريه واهدافها وازاي الانسان يمشي بتعليم ربنا برده على اساسه واهداف معينه ترضي ربنا. هنتكلم بقى النهارده طبعا من ضمن التنميه البشريه لها مجالات كتير جدا، زي مثلا الارشاد الاسري. كلمينا بقى برضو كده دكتور منى. والله انا استغليت، بس يا ريت بقى استاذنك سريعا عشان وقت حلقتنا، عشان برضو عايزين نطرح على كل المشاهدين، نعرف المشاهدين. تمام. بالمبادره. تمام. عموما انا استغليت جزئيه التنميه البشريه في الارشاد الاسري. يعني لما تخصصت في حاجه معينه تخصصت في الارشاد الاسري. وفي اجزاء معينه خاصه جدا بالزواج. لكن كان كل فكري وكل مهمتي ان طبعا الزوج بالنسبه للزوجه هو جنته، هو الجنه وهو النار بالنسبه للزوجه. يعني هو هتسمع الكلام وتطيعه هتخش الجنه، هتعصاه هتدخل النار. فاحنا بنعلمها ازاي تحترمه، ازاي تحبه، ازاي تعمل البيت الكينونه الجميله ده، ازاي تحافظ على اولادها. هي الاساس يا دكتور. هي الاساس. هي الاساس. هي الاساس. ومن قبلها الام. يعني لما نقول وراء كل رجل عظيم امراه، فهو كل وراء كل رجل عظيم ام اعظم. فالام بتسلم للزوجه. الام تسلم للزوجه، الزوجه بتاخد تكمل مع الام، مع هي هو بقيه المشوار. يعني المشوار. لكن احنا بنعلمها لان دايما يعني معظم الستات بتاخد ايه دور المجني عليها، او دور الضحيه، او دور مش عارفه تتاقلم معاه. احنا بنعلمها تتاقلم ازاي، بنعلمها تعدي المخاطر دي ازاي، او لو في مثلا يعني مشاكل تعديها ازاي، او هو مثلا في شغله طول النهار جاي تعبان مش قادر يتكلم مثلا، او مش قادر يقول في ايه، او مالك في ايه، ما هو مطلوب منه ان هو يرد. طب انت تعبان اصبري شويه، طب اهدي، طب بعد ما تهدي، طب يعني بسلاسه، يعني لازم يكون في سلاسه، لازم يكون في سلاسه. ولذلك احنا عملنا يعني انا عملت جروبات كتيره للموضوع ده، وعملنا كورسات خطيره جدا للكلام ده علشان خاطر نعلم السيدات الصبر. دكتور منى ما شاء الله عليها في الجروبات، لازم يعني الصبر. حتى بتحل مشاكل ازواج كتير جدا. لازم يعني لازم وده كمان يعني عملنا كمان يعني ايه كورسات ضد الطلاق. الله ينور عليك. مفيش طلاق، يعني ايه طلاق؟ مفيش حته الطلاق دي مش موجوده اصلا، ما حدش يتكلم في الطلاق خالص. ولذلك لما بيجي لي واحده يعني انا عايزه اتطلق، عينيا بس كده انا معاكي، يلا نجيب مين اللي ولي امرك، انا موافقه، يلا تعالي. انا لو قلت عكسي ده مش هتسمعني. صح. لكن لازم اجيبها الاول، تعالي انا موافقه، هاتي يلا اللي عندك نشوف مين اللي، يلا هاتي مامتك ولا باباكي ولا مين ولا مين. طب وماذا بعد الطلاق؟
يعني انت فكرتي بعد الطلاق اللي هيحصل خربت الدنيا فكرتي اكيد طبعا قالت لي هتجوز تاني برافو مين اللي هتتجوزيه واحد تاني يعني اكيد واحد طبعا متزوج عنده اولاد هو كمان هتحلي معاه ازاي طب بقى اوحش من الزوج الاولاني طب هتعملي ايه ده قصه قالت لي لا ده انا كده هبقى مضطره استحمل طب هتستحملي ليه قالت عشان ده الزوج التاني ولو انا اتطلقت التاني يبقى العيب مني مش منه طب ما هو ده مستحمل باستحمال يبقى نستحمل الاولاني نستحمل مع الزوج بقى اللي هو الاولاد الاب كمان والزوج كمان يا جماعه هو عليه عبء كبير جدا جدا ما حدش بياخد باله منه وزوجك مهما كان بتعمل او مهما كان هي عندها بيتها او مش مدركه يعني ايه عمل شاق للزوج ولذلك دايما يعني الزوجه مهما تكون بتشتغل مهما تكون بتشتغل عمرها ما هتقيم بيت عمرها ما هتفتح بيت ما شاء الله عليك خالص ربنا يديك لان دايما الزوج هو ايه العائد الاكبر المادي الاكبر هو اللي بيجيبه مش هي تمام لو قلنا المرتب بتاعها بيجي مثلا يسند البيت لا هو بيجي على مصاريفها هي ما بيجيش على مصاريف البيت خالص عملنا فيه حاجه يعني صرفنا في البيت ده انا بعمل الرفاهيات اللي مش مطلوبه منه اصل في رفاهيات الزوج مطلوب منه ايه اكل وشرب وملبس مدارس حاجات كده الحاجات يعني اللي غير كده هو مش فيها بس استاذنك وقت الحلقه يعني هو خلاص القول لحضرتك من خلال من خلال نقاط معينه نصبر الصبر لحضرتك بتواجهي كل ده صبر حلو جميل جدا على اساس ان هي برضو ما يبقاش في خراب للبيت يعني لا خراب للبيوت تماما بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور والطلاق دي لا دلوقتي انا بشوفها يعني اربع شهور سنه بالكتير في طلاق ما شاء الله عليك يا دكتور ربنا يجازيكي خير بس عشان بس وقت الحلقه عايزين ايه نلحق ايه نتكلم سريعا كده دكتور سيد برضو كلمتين كده انا ما عادش حاجه على وقت الحلقه إيه برضو حضرتك تكلمنا عنها سريعا ودكتور احمد رشدي التنميه البشريه فضل. للجميع عباره عن ودي كانت فكره الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه حصتين اسبوعيا 8 حصص في الشهر او يعني كورس يعني كل حاجاته 96 حصه في السنه وامتحاناته وكذا الكلام ده قايم بيه خبراء التنميه البشريه من ابناء الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه وبنفس السعر كمان اللي هو كان بتاعه من زمان عشان هو كان عامل الكلام ده انتشارا للناس اللي هي اللي على قده واللي معهوش واللي معاه واللي كذا زائد ان احنا متعاقدين مع الناس اللي هم بتوع المعاقين اللي هي بتوع الجائزه بيسموا المعاقين اصحاب الجائزه وناس هم اصحاب رساله مستشار مصطفى والدكتورة عبير سعد هؤلاء الناس انا حطيت ايديا في ايديهم وطبعا بفضل الله اولا وبفضل الخبراء التنميه البشريه اللي زي الراجل العظيم دكتور احمد ربنا يبارك دكتور احمد الدكاتره العلامه في موضوع التنميه البشريه ودكتور منى طبعا الدكتوره منى مشتركه معانا لانها بنت الدكتور ابراهيم الفقي ودي بنعملها بالطريقه الحديثه بقى اللي هي الاونلاين واتفقنا مع دول عربيه كثيره هيبقى اونلاين على كميات رهيبه بإذن الله تعالى ومباشرة في القاعات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوطن العربي وفي الآخر في آخر السنة البني آدم ده بيطلع يا إما يبقى مدرب تنمية بشرية يا إما بيستفيد في حياته بالتنمية البشرية كلمة أخيرة للدكتور إبراهيم الفقي إن هي على التسامح قوة الحب والتسامح وكل علومه إن شاء الله أو معظمها يعني بإذن الله هتبقى فيما عدا الحاجات التخصصية الكبيرة اللي بيعملها طبعا المركز الكندي اللي هم بيت التدريب في مصر ولاد اختي استاذ ايهاب واستاذ اسامه الحاجات التخصصيه وبتتعمل بدرجه عاليه جدا ويعني زي بيقولوا سنه تانية او سنه تاسعه حاجات كده لكن انتشارا لروح الدكتور ابراهيم الفقي وعلوم الجبارة زي قوه الحب والتسامح اللي الدكتور برضو اتكلم عليها بنقول له بيقول لك عايز اقول لك يا ابني بص كلامي بلاش تتعبني سامح كل الناس وبس خلاص دي اهم حاجه والله التسامح فعلا والله احلى كلمه حضرتك قلتها يا دكتور سيد جزاك الله خير بنشكر حضرتك دكتور احمد روشي برضو كلمنا كده سريعا عشان يعني بيقول لي خلاص مع 10 7 دقائق عن المبادره برضو كده كلمنا عنها سريعا المبادره هو انا اتعلمت حاجه من دكتور ابراهيم الفقي اتعلمت حاجات من الدكتور سيد في كذا قرن انا قعدت معاه انه البسمه والتفاؤل والامل في التغيير حاجه جميله اكيد هاخد الكلام ده واحاول اعمله في هذه المبادره سواء كانت داخل مصر او خارج مصر يعني كنت طبعا متفق مع الدكتور سيد لو في حاجه في الاردن في الامارات في السعوديه انا عارفه طبعا حضرتك على طول على تواصل مع دكتور سيد مش ان احنا نسافر وننتشر انا مش عايز اكون تقليدي اتعلمت لما اشوف الدكتور سيد ما شاء الله
عايز تبقى حاجات فريده نازله خاصه بحضرتك. حاضر البديهه بيقول اشعار مش متغيره، في تميز، في تفرد، في ما بقاش حمش. انا مش هكون زي بتوع التنميه البشريه اللي هو اللي معاه ابتدائيه واعداديه وبتاع التنميه البشريه واصبحوا بيتاجروا بيها بيشتغلوا. اسم الدكتور ابراهيم الفيه، الدكتور شادي الفيه، لن يكون. اخذت عهد وثقه منذ ان وقعت العقد ان انا هغير التنميه البشريه من الشوائب، هنضيف اليها الكثير، هنمنهجها، هنحط لها قوالب معينه، اسس وقواعد معينه، بحيث ان كل يوم مش هتبقى زي زمان ابدا، ما تبقاش فعلا زي ما حضرتك قلت. لا يمكن تكون لا يمكن تكون دلوقتي سائل حال معاها كتير فتحات وحاجات كتير زي ما حضرتك بتقول. كل واحد يطلع دلوقتي يقول لك تنميه بشريه من غير دراسه ومن غير اي شيء، اصبحت بالفلوس. شوف المبادره اللي عملها الدكتور سيد لتكمله مشوار الدكتور ابراهيم فيه، عملها والله العظيم. انا سمعت المبلغ، مبلغ زهيد. تخيل بقى المبلغ لما داخل مصر خارج مصر مده سنه وبتاع. حاجه ده صح، ده طريق الصح. هو يعني التقدير شاله والله العظيم، والله بقول حاجه بجد يا دكتور سيد. دي رساله الدكتور، دي 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 تقويم لمسار التنميه البشريه. هي الاساس ان هي رساله حضرتكم بتوجهوها لل فده اللي انا ناوي عليه. يعني منذ وقعت كده حسيت ان انا دي مسؤوليه في رقبتي شديده، وان انا لازم اكون متميزه مختلف زي ما كان الدكتور ابراهيم متميز، زي ما الدكتور سيد متميز. ربنا يجازيك كل خير. ما ينفعش ان احنا نكرر الماضي ونكرر اخطاء، لا عايزين نعمل اخطاء جديده بقى. يعني انت هتعمل اخطاء يا دكتور احمد، هعمل اخطاء واتعلم منها، ويمكن الطريقه بتاعتي تكون خطا اتعلم منها واعمل الصح. كلنا خطائين، لكن مش هنمشي في نفس المسار. لابد من تطوير مجال التنميه البشريه، لابد من تطوير هذا المجال، ولابد من غربلته لتنقيه الدخلاء الذين دخلوا واسترزقوا واعتبروا ماده للرزق، والحمد لله انهم بيقعوا. يعني كنت بناقش الدكتور سيد في الحته دي، قال لي سيبهم، هو في هيقعوا، مش حي مش هيسبب. الله خير يا دكتور احمد. فاحنا لازم نعمل اخطاء جديده ونسيب لهم الاخطاء الماضي بقى. اكيد ده ده الصح ان شاء الله، ما يبقاش في اخطاء بعد كده، وكلنا نمشي على قواعد وعلى اسس معينه. بس اهم حاجه تكون بما يرضي الله. نتعلم يعني من ضمن عندنا عايز اغرسها في الناس، نتعلم ازاي نتعامل مع الاشياء من حولنا، مع الاخر. ده احنا ما بنعرفش نتعامل مع الناس. الطلبه في الجامعه بيشربوا ويحطوا البيبسي جنب منهم في الارض، مستني اصلا في عامل او عامله هتيجي. يا سيدي ماشي، لكن انت النظافه من الايمان. صح، ندخل فيها الاسلام. ما التنميه البشريه مش بعيده عن الاسلام يا جماعه. أكيد. مش بعيده. أكيد. مش بعيده عن منهج الاخلاق. التنميه البشريه منهج اخلاقي بيدربك ويعلمك، خليك عندك اخلاق، خلي عندك اداب، خلي اخلاقك ساميه، خلي اخلاقك حاجه. شركي معانا دكتور منى، يعني انت رايك ما ينفعش ان انت دكتور احمد بس بنحفز. طبعا من خلال المبادره كل والله العظيم يعني التنميه البشريه مش الاسلام بس، زي ما انت بتقول كل الاديان فيها من الجمال والاداب الاخلاقيه، بس تلوثت. يعني انا اللي بيزعل الواحد ان الدخلاء الدخلاء لوثوا هذا المجال، مجال طيب بيقول لك لا تعالي. بنشكرك يا دكتور احمد عشان برضه دكتور منى كسريه، لان ما عادش غير دقيقه بس. دكتور منى برضه تدينا برضه كلمه، ايه رايك في المبادره يا دكتور منى؟ المبادره عباره انا طير وبطير في سماء التنميه البشريه. ما شاء الله جبتي خلاصه القول ومعاكم في اي مبادره. ما شاء الله عليك. شفتي قاعد ساكت ساكته وفي الاخر بتطلعي في حاجات نوادر يا دكتور منى. شفتي بقى؟ ايوه عشان كده كنا عايزين نبدا الزجل او ما فيش نبدا بها الاول. ما شاء الله عليك فعلا. ختامهم مسك يا دكتور. تقعد وتقوم ايه؟ ختامهم مسك. لا اتفضل طبعا على دماغي، اتفضل دقيقه. اتفضل. الاخير بنقول التنميه البشريه هي الحل، وهي اللي هتنفع للكل. اكيد طبعا. دكتور هيما الراجل الفل، فل الفل ومره الله عليك يا دكتور سيد. قال لك ايه؟ قال لك حدد هدفك وامشي وراه. اوعى تسيبه وتبعد عنه وكون وياه. اوعى تسيبه وتبعد عنه وكون وياه. جسمك على اسد مش على معزه ولا على شاه. هتنجح والله، هتفلح والله. قول الله 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 الله. ما شاء الله عليك. شوف الكلام ما شاء الله عليك فعلا. يعني ربنا يجزيك كل خير فعلا. يعني والله انا زعلانه ان الحلقه ما شاء الله الوقت جميل والله خلص بيخلص معاكم بسرعه. يعني سريعا بقى كده كلمه يعني بسيطه، نصيحه لكل الناس قدامنا دلوقتي بيتفرجوا علينا، حضرتك تقول لي ايه سريعا كده في اقل من ثانيه دكتور؟ كلمه واحده، التنميه البشريه هي الحل. انا عندي 12 حلقه جايين في راديو ميديا كلها على التنميه البشريه. هتعمل ايه في الناس دكتور احمد؟ اتفضل. هي التنميه البشريه منهج حياه. لانه ليس بعيدا ان بدعو للاداب والاخلاق زي ما قلنا قبل كده عشان ما نكررش الكلام. تمام. فلو تعاملنا مع التنميه البشريه كمجموعه افكار وصفات هتبقى الدنيا ماشيه معانا
زي الفل، وهننجح في حياتنا ان شاء الله تعالى. شكرا لكل واحد بقدر استفادته وقت الحلقه خلاص من مجال التنميه البشريه. بنشكرك وبنشكرك طبعا يا دكتوره منى. اعزائنا المشاهدين كانت حلقه جامده جدا مع ملكه التنميه البشريه طبعا، وانا كنت سعيده جدا النهارده بتواجدي معاهم، فعلا حلقه فرقت معايا جدا بالعلامه الكبير طبعا اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده، ان شاء الله دايما يكون متواجد معانا من خلال برنامجنا دكتور سيد الفقي. طبعا دكتور احمد ودكتوره منى دول صحاب بيوت، وان شاء الله دكتور سيد الفقي طبعا العلامه الكبير طبعا برضه صاحب بيت، وان شاء الله على راسنا يكون متواجد دايما معانا. بنشكرك طبعا يا دكتور سيد الفقي على من خلال برنامجنا، وطبعا العلامه الجميل الكبير صاحب بيتنا طبعا دكتور احمد رشدي، ويا حبيبتي الجميله المتميزه دكتوره منى عويش. بنشكركم مشاهدينا، وان شاء الله نجدد اللقاء من خلال حلقات جديده من خلال برنامجكم نور الحياه. كانت معكم نيير الخولي، في امان الله.